الشيعي تم التوجه نحو التشدد أساسا، وهذا التوجه سيزداد ليس في تقديري بتأثير مباشر فقط من أقصى اليمين، لكن أيضا بتأثير الأحزاب المحافظة التي تتبنى نهجا متشددا غالبا في هذا الاتجاه، وهذه الأحزاب عمليا هي التي تتصدر الآن مقاعد البرلمان الأوروبي. لكن يصعب تصور مزيد من التشدد في أوروبا في هذه الملفات سوى في بعض التفاصيل، مثلا ترتيبات إرجاع بعض طالبي الهجرة واللجوء إلى بلدانهم الأصلية والترتيبات الثنائية ونحو ذلك. تواجه معضلة حقيقية مستعصية في موضوع الميزان الديموغرافي عموما، وهذا له أثر في مستقبل دولة الرفاه الاجتماعي بشكل عام، ودون هجرة كثيفة في الواقع من خارج أوروبا إلى داخل أوروبا لا يمكن تعويض هذا الفارق، هذا مؤكد بالنسبة للخبراء. نتحدث عن اضمحلال خطاب الاندماج التقليدي الذي كان يقوم على فكرة التعددية الثقافية واحترام التنوع لصالح خطاب ينطوي على إملاء ثقافي معين، وربما أحيانا مطاردة مكارثية ما في بعض البيئات لمكونات من خلفية متعددة بما فيها المسلمون. وتمت تراجع حقيقي في أوروبا في قابلية الانفتاح، وهذا التراجع مدفوع بحمى شعبوية من جانب وأيضا بمحاولة انتخابية للصياد لنقل أصوات من خلال جمهور مشبع بهواجس، وبعض هواجس طبعا متحاملة وغير واقعية.